الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين لإمام الأئمة وبدر التتمة حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، ومع كتاب العلم وهو بداية الكتب، جعله الإمام الغزالي مدخلاً لكل الدين، فالدين مبني على العلم. وفي هذا الكتاب حاول الإمام الغزالي أن يرسل إلينا مفهوما ورسالة، وهو أننا لا نقف عند الرسوم، بل لا بد علينا أن نتدبر المعاني، ولا يكفينا التصديق بها، بل لا بد علينا أن نتخذها منهجا للحياة، ولا بد في ذلك كله من إحسان النية ومن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وإلا صارت هذه العلوم كعلوم التاريخ، سرد للأحداث ووصف للأشخاص، ولا يبقى منها إلا ظاهرها ورسومها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعدها حينئذ من علوم الدنيا، والمعول عليه علوم الآخرة. فإذا نحن اهتممنا بعلوم الآخرة وأخلصنا النية فيها لله، فإننا نكون قد فزنا بسعادة الدارين. والفقه الظاهر يضبط حركة العمران على مراد الله وأحكامه، ولكن هو وحده لا يوصل في طريق الله إلى الله، بل يجب أن ينضم إليه علم الآخرة أو علوم الآخرة. علم الآخرة باعتبار جنسه، وعلوم الآخرة باعتبار تنوعها وتفرعها. وبنى كتابه على هذا، وبين حال المجتهدين العظام، فذكر إمامه وإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أول ما ذكر. والشافعي دفن بمصر، فهو صاحب مصر، والإمام مالك دفن بالبقيع في المدينة، فهو صاحب الحجاز، والإمام أبو حنيفة دفن في الأعظمية ببغداد، فهو صاحب العراق وما ولاها، والإمام الأوزاعي دفن في بيروت، فهو صاحب الشام، والإمام أحمد التحق ببغداد أيضا. وعلى كل حال، فهؤلاء الأئمة الأعلام قاموا بواجب وقتهم. ومع كتاب العلم نستمر في سماع نصيحة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وعسى أن نكون من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الإمام الباجوري في تحديد معنى السلف الصالح، وقيل آخرها القرن الخامس الهجري نهايته، فيكون الإمام الغزالي من السلف الصالح عند هؤلاء الأئمة، فهو من السلف الصالح الذي أحيا الله به الدين وألهمه أن يسمي كتابه بهذا الاسم الرائع، الفائق، الرائق، الماتع، المانع، الجامع، إحياء علوم الدين. فكان بحق مجددا لهذه المدة من الزمان، وداخلا في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينها. اقرأ شيخ محمد. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق، وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الآخرة وفقيها في مصالح الخلق في الدنيا، ومريدا بفقهه وجه الله تعالى. ثم قال عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى
فيدل عليه ما روي عنه أنه قال: وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي شيء منه. فانظر كيف اطلع على آفة العلم وطلب الاسم له، وكيف كان منزه القلب عن الالتفات إليه مجرد النية فيه لوجه الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره: منكم من يقاد إلى الجنة بالسلاسل. فالإمام الشافعي لا يريد أن يذكر اسمه، وإنما يريد أن ينتفع الناس به، فإذ برب العالمين ينشر اسمه ولا ينشره في عصره، بحيث إن من بعده لا يعرفه، وهذا كثير، ولكنه يجعل اسمه على ألسنة الناس إلى يوم الدين. وهذا أمر لا حول للشافعي فيه ولا قوة، وإنما هو الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ. وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو لسانه. وقال: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته، ولا كابرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. فهذه العلامات هي التي تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة، فانظر كيف تابعه الناس من جملة هذه الخصال الخمس على خصلة واحدة فقط، ثم كيف خالفوه فيها أيضا. ولهذا قال أبو ثور رحمه الله: ما رأيت ولا رأى الراؤون مثل الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى. فانظر إلى إنصاف الداعي وإلى درجة المدعو له، وقس به الأقران والأمثال من العلماء في هذه الأعصار وما بينهم من المشاحنة والبغضاء، لتعلم تقصيرهم في دعوى الاقتداء بهؤلاء. ولكثرة دعائه له قال له ابنه: أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال أحمد: يا بني، كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف. وكان أحمد رحمه الله يقول: ما مس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منه. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي لما فتح الله عز وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيه. الشافعي أسس الأسس وأصل الأصول، ولذلك كانت منته على كل من كتب بعد ذلك إلى يوم الدين، وألف الرسالة وجمع فيها مفاتيح الفقه والتفسير بل واللغة، وكان قد فتح الله عليه في الربط بين كل هذه العلوم. تعلم اللغة البادية حتى قرأ أشعار الهذيليين، وكان الأصمعي على جلالة قدره في اللغة يصحح أشعار الهذيليين وهي صعبة جدا على الشافعي. بلغ الغاية في الحفظ وفي الإتقان وفي تلقي القرآن، حتى في حفظ الحديث فانبهر به مالك. ومالك هو أستاذ الأساتيذ، وقد شهد له 70 إماما من أئمة المدينة المنورة. هؤلاء الناس بنوا، وبنوا بناء مركبا عميقا حتى ظهرت النابتة، فكوا ما ركبوه
وسطحوا ما عمقوه، وألغوا ما قرروه، وتجروا عليهم بما يجعلنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، سيغنينا الله من فضله ورسوله. إذا اطلعت على كلام هؤلاء الأئمة وعلى تراكيبهم وعلى تقواهم وعلى إخلاصهم وعلى إدراكهم للكتاب والسنة وللغة العرب ولمقتضيات المصلحة والمقاصد والمآلات التي يؤول إليها الحال، لعرفت أنهم قد بعثوا من عند الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين، وأن الله جعلهم أسبابا لهذا الحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله هذا الدين بأولئك الأئمة، نور قلوبهم وطهر أرواحهم وفتح عقولهم وجعلهم على هذه الدرجة العالية من الخلق الكريم ومن العلم العظيم، حتى ظهرت النابتة عبر القرون في كل مكان وزمان يعظمون هؤلاء ويجلونهم ويتبعونهم، حتى نبتت النابتة من أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين يدعون أنهم يقولون من كلام خير البرية، وخير البرية منهم براء، فقالوا نحن رجال وهم رجال. هذا الجاهل الغر الذي لا يعرف من أمر نفسه شيء صار عالما، بل صار يمنح العلم، فالتف حولهم أوباش الناس كالتفاف الذباب على القمامة. أوباش الناس التفوا حولهم لأنهم أفهموهم أنهم سيصيرون علماء بعد جلسة أو جلستين من الجلوس إليهم، وهذا خطر على الملة وعلى الإسلام في العالمين، وهذا فيه سوء قصد. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو بذل أعداء الإسلام الجهد والمال والنفس والوقت ما وصلوا من الإضرار بالإسلام والمسلمين ما وصل هؤلاء، فإنهم نابتة نبتت في أوساط المسلمين، كرت على ما فعله السلف الصالح تحت عنوان السلف الصالح، وكرت على الأحاديث النبوية الشريفة تحت دعوى أنهم يدعون إلى الأحاديث النبوية الشريفة. الأمة بحالها أخذت بالحديث الضعيف، وجمع الإمام الأردبيلي كتابا أسماه المعيار، جمع فيه 1500 حديث استدل بها الأئمة في فقههم وهي ضعيفة، ولكن ليس في الباب غيره. كل السلف الصالح وكل الخلف العالم أخذوا بهذه الأحاديث، وجاء هؤلاء فألحقوا الضعيف بالموضوع وألقوه وراءهم ظهرية، فمن الذي يأخذ بالسنة ومن الذي يحاربها؟ الذي فضل الحديث الضعيف على الرأي والهوى، أو من سوى بين الضعيف والموضوع وأراد هدم الدين؟ أي الفريقين أحق بالأمن يا قوم إن كنتم تعلمون؟ هؤلاء جاءوا وجعلوا السنة فوق القرآن، وقالوا إن السنة تكفينا. كذبوا. الأمة كلها قدمت القرآن على السنة، بحيث إنه عند التعارض يقدمون القرآن لأنه قطعي الثبوت، ولأنه متواتر، ولأنه محفوظ على مستوى الحرف والأداء. والسنة ليست كذلك، فهي حجة عند المسلمين جميعا، إلا أنها تأتي تابعة للقرآن، شارحة للقرآن، كالوصية المنفذة المعصومة تطبيقا للقرآن. أما أنها تكر على القرآن بالبطلان فهذا يهير القرآن والسنة، فمن الذي يدافع عن السنة ومن الذي ينكر السنة؟ تلبيس إبليس، كما وصفهم أبو الفرج الجوزي في تلبيس إبليس،
شيء عجيب غريب يحدث في الأمة في حين نيام بعضهم عنها. اللهم أيقظنا وأيقظ قلوبنا ونور قلوبنا لفهم تلك النابتة وللوقوف حتى نطهر الإسلام والملة من هذه الأفكار المنحرفة. إلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.